قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وما تنسوش ديروا جيم. شتي انا كون لقيت شكون اللي عاوننا في القرايه كون راني دابا ولات شي بيلوت ولا اغريسون ديال الطياره. تعش من القرايه القرايه ما بقى فيها والو. شتي نقول لك دابا اللي كيصلاح شي حرفه تكون هي هذيك بحال الميكانيسيان لقاو لا غريسون الفلوس داخله بخير. اي ما عادش نطيح ليا في ودني. اي 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 جاني جيب لك ايوا ما تصوتش داك الشيء كتصوت عليك يبدا نتهر عطالي فيه زنجلات بشويه. برافو عليك انت دابا دبرتي على خدمه واعره ميكانيسيان ديال بنادم كتسرح الودنين بوشير. قولي لي نقاشه على حسابي ولا على حساب القفل؟ زنجلان يمتى رجعوا هاد الكراسه؟ شي نص ساعه امبالي العرس قالك الله يرحم الوالدين الا لقيتي غير شي ضربه ولا شي تهريسه اتصلي بهم يعوضوك. لا 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 هادوك الكليان الله يعمرها دار ناس ثقه كليان ديالنا قدام. على كل حال هاد الكراسه الجنجلان يلا شريناهم وغاليين تيخصهم يخدموا بزاف باش يدخلوا فلوسهم. ياه هاد الكراسه هما اللي غنبرس فيهم ياك. الله يا ربي الله على سعد ما عطاني الله صداقك وعرسك غير في الوقت اللي انا محيحه مع هاد الباتيسري. حقا النقافات والدقيقيه على حسابي ولا على حساب القفل؟ عيشه الا باقي طرحتي عليا شي سؤال بحال هاد الاسئله راه هادوك العدو اللي غادي يجيو يضربوا لك الصداق غادي نخلصهم بالفلوس باش يطلقوك. سمعتي جنجلان عتقني واحد الكاس ديال الحليب على حسابي ولا على حساب القفل؟ كتاب حياتي عيني يا عيني. سي جمال راه وليدي هذاك التليفون غادي ديشارجيه. بلاتي بزاف كثر راه حنش ونعطيه. تلحنش واش دار لك مسكين؟ راه خصني نقتلو بغيت نباطي الريكور. باطي الريكور باطي الريكور وليدي غير في القرايه ديالك. اجي بعدا واحد القضيه هاد الوقيته انت خصك تكون في المدرسه. اش قاسك دير لي هنا في الدار؟ شحال الساعه؟ شحال الساعه؟ لا لا مزيان لا 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 صافي انت كلشي كملتي الساعة نسيتيها وقالت تقتلني في الحنش. آي كرشي آي 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 كرشي آي راسي آي نعم آي كرشي والو غنموت. الله مسكين مسكين يا كمال سعك ذاك الحنش اللي ناوي تقتل وخلى فيك شي فيروس. ها شكون؟ هذا دريس. شكون بلاتي بلاتي؟ دريس. عرفت عرفت انا ما عارف شيء. السلام عليكم سي دريس مالك ياك لاباس؟ لا والو غير واحد السداري حصل ليا في الدروج. قلت له بلا الواحد كيفاش ندخلوا للدار من لاكور لعندك الكوزينه لعندي للدار. اي مزيان ولكن شوف انا نقول لك غير واحد القضيه انا ما تعولش عليا نعاونك. انا دارني ظهري طبيب مانع عليا نهز الثقل. شحال عندك وكان السداري؟ نورمالمون عندي خمسه. الناموسيه ديمونطيتها عاد طلعتها للدار. ولكن بغيت نركب هات الفولي واحد جوج ديال العواد ولات سداري. يا اخويا شكون لك هذاك؟ المهم انا شوف راه الكوزينه جيب الله يعاونك الله يعاونك. غير صحيح غادي نعاون. اجي اي حبس انت اللي خصك يكون عندك صحيح هو العقل. سير انت للكوزينه وانت اجي لهنا زيد. شوف اوليدي يا جمال من اليوم ممنوع الخروج من الدار غادي نبقى انا وياك هنا حتى نقتلوا هذا الحنش. شكون هذا الحنش اللي بغيتو تقتلوه؟ سي احمد مالك مع الدري ثاني؟ سولي هو اللي مالو مع القرايه. قال لك لا لا ما يقراش حتى يقتل الحنش. سي احمد ويلي ويلي دري سخانه كتقضي عليه وعينيه مقلوبين ومازال خدام كتقول لي حنش مال حنش. الحنش عندي في مصارني. ممتي ممتي غادي الخير عليا. جلس جلس ارتاح جلس جلس ما يكون عندك باس. سي احمد ها العار سير جري عند هذاك العطار اللي في راس الدرب قول لي يعطيك ديك التخليطه اللي كيلوحوا بها الناس السينتا والحنش من المصارني. واخا هو الاول ماشي بلاتي بعدا ولكن الحنش اللي بغى يقتل هو في هذا اللوجو اللي في التليفون ماشي في مسارنو. شوف وقول لي يعطيك واحد شويه ديال المخينزه تصلح للسخانه. المخينزه هي في التليفون المخينزه واخا ما عرفت واخا ايه هو الاول. جمال قال لك خالد ما تنساش اليوم غادي نتفرجوا في لونطريمون ديال المنتخب الوطني. الماتش ماما بحال حسين ندير معاه فاك تعرفي انا الماتش الكره والدوا ديالي. كيني هكيني 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 على الوليد ما بقيتي شي مريض وكتموت والحناش مصارنك ياك ولا قول لي غير المدرسه هي اللي كتمرضك. سي احمد واقيلا لا عندك الحق. هذاك انا اللي كنعرف ليه بحق الهضره ماشي معاه دابا الهضره تا نرجع
نجيب المخنزة وانا لك نقتلوا جميع هذاك الحنش مزيان. صافي غنفرقع هاد الرمانة. انا القراية طلعت لي في راسي، مابقاش كتدخل لي لدماغي. من اليوم قررت نحبس القراية ونقلبها خدمة. صافي حبس القراية وقبل الماتشات. سير اوليدي سير لهلي حوزك، سير تفرج لي في المنتخب. وعشرين درهم قول الحنش يعطيها ليك. تمر 600، مسكا 500، حوالي 10000 ريال. هي 24000 ريال. حوالي 10000 ريال؟ باغي تضحك عليا عباد الله. هاي 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 طلي طلي عويش على الهدية اللي جايب لك القفل. جيب لي مش في بلاصة حولي. مش هذا راح حولك الدقدة. اللهم صل عليك يا رسول الله. وبعشرة آلاف ريال ما عمر لي يسحبني الحوالة داري اللي هم الصول. راه كبير غير هو فرطاس. فرطاس طلي 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 أمي على عويشة الزين والتبوقيصة والفورمة وجيب لي حولي فرطاس. فرطاس تهو حولي غير هو ما عندوش القرون. راه انت اللي ركبتي فيا القرون بالفقصة والتسقري من اللي فيك. انا راه ما كيهمنيش هاد الشيء، اللي كيهمني هو انا شنو كنسوى عندك. شبا عوجتي القرون ما غيفرقوش بيناتنا. انت ريح مرض داري. امي ما قادرش على هاد الحاجة، ليش كتلوح راسك فيها ليش؟ حليمة ماري مالكي دايرها بالعاني ياك باش تهرسي لي الحفله ديال ضريب الصداق ديالي. ياكي هذا هو خيري. هادشي كله راه وقع لي بسببك. مشيت كنتدرب على الدرديك وانا نطيح من فوق القاعده وتهرست. اي قال لكم الحاج وجدوا لي لا ليست ديال الناس المعروضين باش يزير لعب مع اصحاب العباسيه. عيشه ملك انا هاد القطن كله. هاد القطن باش نشوف الحنه اللي غندير غدا. كانوا يديروا لك حتى بيطادين والدواء الاحمر. هكاك الدادي ديال الحاج ودرك عليا زلابتك. اوه اشوف هادو كلهم غيجيو. مهمتي حولي بعشرة الاف ريال وليست فيها عشرين الف واحد. شوف غادي تقول الحاج احنا راه دايرين ضريب صداق غير بيناتنا العائلة وصدت مادام هاك شرد مو بلا. عويشتي الا جاوك الناس بزاف انا غادي نخفف عليك ما غنجيش. اسمع جمال الصنعه مهمه ولكن القرايه اهم. هي اللي غتسهل عليك الطريق وملي تختار الخدمه تحترف فيها. ولكن انا القرايه راه صافي انا مابقاش باغا ندخل ليها راسي. شوفي بحال دابا عوينه ميترو الله راه كيدخل العاقه. العاقه شنو هاد الهضره اللي تعلمتي؟ خاصك تادب شويه جمال. زيدون عوينه واخا خدام دخلاتو ماما للتكوين وفي فرنسا الشباب خدامين وكيقراو في دقه واحده. ناري الشر كنت بحالك مشيت لفرنسا والله ما رجعت تنشرف. لا لا خويا اللهم نبقى مع عائلتي ولا نبقى برانيه. الدري الا ما بغاش يقرا انا غادي ياش غادي نشرق الورقة ديالو من الحالة المدنية. ما يمكنش. وعلاش؟ حيت في ظهرها كاينة سمية هودة. وشوف انا نشرق الورقة ولا ما نشرقهاش انا ما عنديش الدراري اللي ما كيقراوش. القضية قفرت يلاه سيز شكرتك وسير للمدرسة يلا. ما نقدرش المقرر الوحيد اللي بقى عندي ربحته. شوف اوليدي يا جمال انت دابا صافي خديتي قرار ما بقيتيش باغي تقرا ياك؟ وليت باغي ندير الميكانيك. ميكانيك؟ مزيان. مزيان؟ اه ولا لا راه الميكانيك خصها القرايه وبغيت ندير كوافور. يلا حتى كوافور مزيان. ياه ولا لا اللي يكون في علمك حتى كوافوريت راه خصها القرايه. سي احمد اه وراه معلوم هادشي اللي كتقول. علاش كل اللي قال لي كاينه شي حاجه في الدنيا بلا قرايه؟ شنو واش القرايه فيما مشيت؟ هي وليدي القرايه من المهدي الى الحدي من الكونه للقبر. ماما ما تسنونيش اليوم غنتعطل. فين بالسلامه ومالك لابسه الطابليه؟ علاش عندي واحد السطاج عند واحد السيكليبس.
اهلا 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 اهلا. السلام عليكم. مرحبا بسي رحال. وكي دايره مرت ولد خويا؟ لا بس ربي يخليك. بارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله. هاي 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 وليتي عصريه لال. ايوا اش غادي نديروا سي رحال؟ غير الحانوت ديال الوالد الله يرحمه ديال تعطرت. ايوا جاب الله التيسير وربحنا القضيه في المحكمه، بعناها وبفليساتها يعني حلقنا شويه على المصاريف. اهلا 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 عمي رحال، طول رجليك وغيبه هذه مده طويله. اهلا اهلا، مفاجاه كبيره. كي داير عمي؟ الحمد لله. اش اخبار البنات؟ كلشي بخير. يسلم عليكم. تفضل. مرحبا مرحبا. الله يا ودي. اهلا. جلس عمي. بسم الله. سيدي الساعه سعيده هذه. الله يبارك فيك. ملي جيتي تشوفنا قول لي عمي كي جاتك الدار؟ حلقنا على المصاريف. وا سيدي هادشي مزيان صبر. غير هو هاد الريحه ديال الصباغه هادي ما قلباتكم شو؟ لا تما موالين المدينه موالفين بهاد الريحه ديال المازوط والحديد. لا عمي حنا هادشي عندك كيف كتشوف درنا هاد العام بالضوق. ها انت شوفها كلشي عندنا اسورتي، الصالون اسورتي مع الريدوات، والريدوات اسورتي مع الصباغه، كلشي اسورتي. ماشي اسورتي بحال الحاج الوالد يقول، لا اسورتي زعما. ها هي جات عمي رحال. مرحبا عمي. تبارك الله تبارك الله. كيف وصلتي بخير؟ وما شفتوش اش وقع علينا؟ راه كانت غيتقلب بينا الكراسي. الحمد لله اللي خرجت طريفه. ايوا راه جابك الله فوقتك. اليوم بالليل راه حنا دايرين ضريب الصداق ديال البنيه اللي خدامه عندي عيشه. ايوا بغيناك تحضر معانا. لا ما نصيبش، انا كيشتي تابعيني شي خطوات المحكمه، نقضي شي غراض او من تما نروح للمحل. ايه فين هو جمال؟ وجمال وجمال عمي راه ما بقاش بغى يمشي لينا للمدرسه. عمي صبا ختم صبا با عمك. ها سمعت بلي ما بقيتيش باغي تمشي تقرا؟ ها شوف نقول لك، انا راه كاع اللي ما يقراش هذا الزمان راه ما عمرني ما نكون عمو. عندك الحق سي رحال، والله الا انت اللي كتعرف الجمال. انا ما بقاش لا للمدرسه، ندي السانتر. وحنا كرهنا، حنا قلنا ليه يدير التكوين المهني من الصاب كون بغى. يلا جمعي الدري دابا حويجو، ندي معايا دابا ها الزريبه ها المدرسه ديال الفلاح 10 حتى 15 كيلومتر ماشي بعيده على الدار. واك واك الحق عمي عنده الحق. شوف اسيدي ما بغيتيش تقرا غادي دير الصنعه وغادي تمشي مع المدرسه الفلاحيه، غادي تخرج تقني فلاحي، ولا كان عندك السفل ماشي بعيد تولي مهندس. ولكن المباراة ماشي. شوف دابا هاد الفكره ديال المدرسه الفلاحيه فكره مزيانه. وشنو بغيتي مازال؟ عندك الطبيعه والهواء تنقي، زيدون عرفتك ما غاديش تقنط. عمي رحال عنده 8 ديال البنات غيونسوا. وبغيتي الطبيعه سيري لي انت. شوف يا جمال هاد الكلام ما غاديش نعاودوه، غادي تجمع دابا حوايجك وتمشي مع عمك. يلا نوض مزيان سالي بالفشوش ما يقراش. صافي يا سيدي حنا هاد الحنش قتلناه. هادشي على هاد الحنش باقي كاع ما بغى يموت. شكون اللي قال لك هاد الماسك مزيان؟ هاد الماسك راه ديال العريسات، فيه بطاطا مسلوقة ومطيشة ما مسلوقاش، وفيه دنجالة مسلوقة وبيضة ما مسلوقاش. عائشة عائشة راشك في الكولوار، نقول لي يدخل. ايه لا عرفتي اش غديري؟ دخلي لبيتك. ونتيا سيري جيبي لي واحد تمبر ديال بنغلاديش. شنو ديري بالتمبر؟ بغيتك غير تعطلي باش نقدر نهضر معاه. عندك تحميره دخلك لعيني. دخل دخل دخل. هيا جاية. بسم الله الرحمن الرحيم. شكون؟ عيشة مالك تخلعتي؟ هذه هي رجلة تكتوكا مالها شوية. المهم غنهضر معك بصراحة وما تقلقيش. ياك ما نحولي الفرطاس هرب. لا لا غير قضية ديال الكارت ديال الزواج زربنا شوية. ياك ما معمرينك عليا. لا تحت. غير هو دابا فهمتيني أنا باقي جون فهمتيني. إحنا باقيين صغار. فهمتيني. لا أنا شرفت هادو ما يكونوا غير العديان اللي باغين يعمروا الكراسك باش يريبوا لينا عشنا اللي بغينا نبنيو. لا بصراحة دابا حيت نتوما العيالات غير كتضربوا الكاغط كتولدوا جوج في العام باش تدقوا لنا الوتاد. أنا غادي نولد لك جوج ملي وليت قنية. القفل أنت باين لي ناوي على شي حاجة. لا غير الزواج ديال المفاهمة. والمهم أنا غنمشي نزوج دراسي خليتك على خير. هو هذا ما تبقايش تملحي ديك التكتوكة فهمتيني؟ فهمت بغاني
نديرها مصوصة باش يطير عليا السر والملح اللي فيا. وانا وليدي جمال ما نحتاجش نوصيك، تهلا في راسك وحضي راسك من البرد، ولا بالك سقفتي قطر فرش ونعس تحت الناموسيه. حسن انا غادي نمشي نجيب لك واحد شويه ديال الخليع ديال الغنمي داك اللي كيعجبك وجدتو لك. هاك درت لك شويه ديال القريش لاتهنا. شوفوا وليدي جمال، انا غنوصيك على واحد الحاجه. الله يرضى عليك، كل عشيه بدا كتغسل سنانك وبدا كتغسل رجليك والسبرديله بيتها على برا، فهمتي؟ كل ويكاند اجينا نشوفوك شويه. تو سيري تصيفطوا مع عمل وغادي للقرو. الله يهديك عميت انت، راه غير الكبده والسلام. لا هو في الحق اللي بغيت نقول لك عمي، نوصيك على واحد الوصايه. مع جمال ما خصكش دير الكبده، ما تربيهاش عليه، زير. وكاع الكبده راها عندنا، لا مالي انا عندي الكواتشو. وزيدو راه ما كاينش اللي يخرج على هاد الدراري قد الحاج، هو اللي مخرجهم طريق. حاج مال حاج مال غادي راه النبي ما عندك رحال. ايوا عرفت تخرج على فمك. حمد سمعت شي اخبار وليدي؟ ما عجبانيش بصح. جمال بغيت تصيفطو للعربيه؟ هي الحاج مالها شنو فيها؟ وزيدو انا اللي خديت هذا القرار، بغيت جمال يمشي يقرا في المدرسه الفلاحيه، ربما يخرج لنا شي تقني ولا شي مهندس كاع. علاش لا؟ غير ما هو الله يخليك رحال، بغيت نوصيك واحد الوصايه. عافاك ما تفشو شي مزيان كيف كان داير ليه باه جدو. فشو مالو من فوق وزيد قدامي. جمال قاس الارض. قلت لك نوزيد قدامي. قلت لك قاس الارض. راني متقل، واحد يقول لي نوض، اخر يقول لي اجلس. وزيدون انا ما عارف واش غادي ندرس الفلاحه ولا ندرس ديال حمل الاثقال. جمال قاس الارض. طيطو فرود عمك بعد هذا اللي في الباديه، عاد طفرو انت. سولو اش دار؟ والو ما داير والو في حياته هذا. وانا ما طفرتو، انا غادي طفرو هو. راه غادي يقرا. انا بعدا انا الفلاحه راه داخل ليها زعما، هو راه غيقرا ويعرف. الحاج سير حاره عنده الحق. اييه لاله فاطمه عندها الحق. الحاج راك عارفني القرايه ما بقاش كتبغي تدخل ليا الراس. يا استاذ انا سيدي وعلي من نمشي واحد الضياف صيفطوا عليا. انت وليدي يا جمال من تمشي للباديه اي واحد قلقك اي واحد برزتك كتب لي. السلام عليكم. دابا صافي تبتي وحصني. عيشه العدولات راهم زربانين والقفل شفناه تعطل، فين يكون مشى يا خويتي؟ ناري عندك يكون هرب. ما كنا جينا وسي الحريس معطل. اجي ياك ما نديكلاريو بيه. لا لا الله يديك الحاج، انت شنو ديك راسو؟ دابا القفل غادي تلقى غير نسى راسو في شي صالون خدام كيصوب شعرو ولا شي، ماشي مشكل. لا اختي عيشه مبروك عليك. قولي لي بصح القفل جاب لك فرطاس على هاد القبال؟ خاصك تدريني الكاس. عبر عليك غير عمر، خليكم مشى لهولندا. ما انا برك عليا غير فرطاس ولا نعجة. ناري تعطل. لالا فاطمة اش غادي نقول لك؟ لالا فاطمة وقيلا القفل دارها شتو تعطل هادشي ماشي عادي. وصيبك حنا الا ما جاناش دابا مع عائشة عندها نص عقل اليوم غادا تسطى لينا. ناري يا سي حمد لا تقولها. عرفتي لا بد اليوم عائشة تضرب الصداق والا غادا تلوح لينا راسها من الشرجم. عرفتي شنو خصنا نديرو؟ اعلان في الجورنال. ما عرفناش اش وقع ليه. عائشة القفل ما بقاش كيبان، غبر قلبت على الدنيا كلها. عوينه فين هو القفل؟ فين درتيه؟ اعترف. انا عائشة بنت الناس. صبرت معايا بزاف ما نقدرش نهرب عليها. العدول قبل ما يهرب عاوتاني. الحمد لله اللي جيت. يلا زيدوا دخلوا زيد. اسمحي لي عائشة تعطلت، بقيت كنقلب على لاكارت. شوفتي لاكارت؟ انا سلفك لاكارت.
الدكار ديالي نضمنك بها. العروسه سيلات انت غير انت راه البطاقه الوطنيه ديالك ما عرفتش شنو درتها. ويلي استغفر الله العظيم، هادشي باقي ما درتي لك دو مارياج وتلفتي ياك ما جاتك الساكته والمسكوته. والحاج الله يهديك ديك الطريق قاعد زنا منا، واش عقلتي نهار انا ولا لا فاطمه في الجواش ديالنا ملي سي حمد سلفوا لاكارت ديالك غير يضرب الصداق ويردها لي. قفل على كارت ديالك نسيتي قلت لي كري لي الكومبلي جاب الله سيتي عارفك على كارت هلا سيادنا هالسارود ديال القفل اجي تمضي. ستيرو خوي ها هو سي لالا فاطمة تانت يطار عليك النعاس. شوف لالا فاطمة هذه راه سنة الحياة ما عندنا ما نديرو، دابا جما ان شاء الله غادي ياخذ الدبلوم ديالو وكل شيء غادي يولي بخير وعلى خير. خلعتني الحجة قالت لك رحال عنده العقارب. ويلي تانتي هكذاك العقارب الله يهديك. وزيد وجمال غادي يبدا يجي يشوفنا كل ويكاند. ويلي حتى انت يا العقارب ما العقارب مازال واحد النهار غادي يتزوج وغادي يدير وليداته وديك الساعه عاد غادي يمشي بالمعقول ما نبقاوش نشوفوه. يتزوج لا واخويا الله ينجيه، جمال ولدي باقي صغير. باقا كنتفكر الشطون ديالو ملي كان صغير. عقلتي نهار توضر لينا في الجوطيه. وعقلتي انت يا نهار خدا السوار ديال الطوموبيله ديال عزيزه وهو يضرب مول طيب وهاري اللي حدا الحمام. وعقلتي انت نهار دخل الكوزينه ولقيتو جالس على العجينه. لا لا المخيره ديال جمال يا نهار مشينا للعروبيه قال لك والو نعوم في البير ما خليناش مشي عام في الواد وغرق. واش عقلتي ولا لا؟ لا عافاك ما تبقاش تخلع فيا واه ما صبتي انت تحكي لي هذه غير دابا. جمال اولا اش كيدير هذا جمال؟ اش جاي ولدي ياك لاباس شادشي هذا جمال مال اش واقع؟ راه حطنا الكار ويبقى غادي غادي بيا. قلت له راه راني عييت قال لي من اليوم اعتبرك دخلتي للعسكر. ايوا ملي وصلتو؟ ملي وصلت قال لي حيد داكشي اللي في يديك وطلع بلط معايا النادر. دار شويه ديال الحمري في يديه وقال لي طلع الشبع للغيس. ومالك ولدي كلك كحل هكا جيتي راك بشاك ما خرجت وتنعس ونهرب ليه للطريق. جيت فواحد البيكوب مشارج ديال الفاخر عرفتي دابا يشدني الرحال راه يخرجها مني. صحاب راسك قطعتي الواد ونشفو رجليكو. قلت ليه نوض جمع التبن حتى لقيتو شاد ليا التليفون وسيرتي يلعب فيه حقا ما حقا باغي يقتل الحنش. ولشي فيه الوجع داروا لينا السحور في الماكله وليت دوار على شكل شي حاجه. حليمه هي اللي دارت لينا السحور في الماكله. واش تبغيتي المعقول داك الفرطاس اللي جبت فرطاس